أكد البرتغالي نيلو فنغادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم بأنه جهز كل الخطط المستقبلية والبرامج التدريبية والفنية لكل المنتخبات الوطنية في كرة القدم المصرية. وقال فنغادا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد من داخل مقر الجبلاية بأنه يملك كل الرؤى الفنية بداية من المنتخب الوطني الأول وحتى منتخب مواليد 2009 و2008. وأشار فنغادا إلى أنه وضع خطة فنية للمدرب الوطني في كيفية التعامل مع اللاعبين واختيار اللاعبين وأعدادهم بالشكل المطلوب خلال المرحلة المقبلة.